علمناه واللي احنا نعرفه. فسيبوا انتوا للرياضه للرياضيين، كفانا من اللي احنا بنشوفه، ودخلونا زي ما بيتقال هتشوفوا بعد شويه معارك ومش عارف ايه، لكن كره القدم بعيده كل البعد عن الكلام ده. نروح نشوف الفيديو اللي بعد كده ونرجع لحضراتكم. طب الناس اللي اتهاجمت واللي اتشتمت واللي اتمرمطت واللي اتبهدلت الحياه من بعض من هم محسوبون على النادي الاهلي بكل اسف، سواء في هي مش قناه النادي الاهلي، دي قناه مخطوفه من وجهه نظر يعني. استنى اما اشوف قناه النادي الاهلي فين؟ حد يشوف لنا قناه الاهلي في المدينه بره؟ مين اللي خاطفها؟ حد يبلغ الامن في المدينه قناه الاهلي مخطوف بجد والله، عشان ما بتمشيش على الكيف. قناه الاهلي مخطوفه عشان فيها اولادها. ما هي في فرق، ما انا قلت لكم بين عندنا عندك حريه في الكلام واللي انت مكتوف في الايدي، ده الفرق. الفرق اللي احنا مش قناه فيها بعض الشبهات. قناه الاهلي اللي بتقول هجمتنا وشتمتنا، ده انتوا ما سبتوش حد على مدار شهر. محتاجين تعتذروا لكل اهلاوي ليل ونهار. محتاجين تعتذروا للجمعيه العموميه، محتاجين تعتذروا لاولاد النادي الاهلي اللي شويه بيبقوا حلوين وشويه بيبقوا وحشين. قناه النادي الاهلي مخطوفه عشان فيها ربيع ياسين. قناه الاهلي مخطوفه، احنا وحشين. احنا وحشين. دلوقتي وحشين، بس قبل كده كنا حلوين. قناة الأهلي مخطوفة عشان فيها شريف عبد المنعم وسمير كمونة وأسامة عرابي ووليد صلاح ومحمد فاروق وياسر، مش عايز أنسى حد، مش عايز أنسى حد. قناة الأهلي مخطوفة عشان فيها عادل القيعي وإبراهيم المنيسي. ما هم بيمثلوا مين؟ بيمثلوا مين؟ كل الأسماء اللي أنا قلتها. قناة الأهلي مخطوفة عشان مش ماشية على الكيف. قناة الأهلي مخطوفة عشان ما بتحطش إعلانات ورا ظهرها وفي وضع الشبهات. فاحنا قناة مخطوفة اوكي موافقين، لكن ما عندناش شبهات، ما عندناش شبهات، وصدقوني وثقوا في كلامي. لو اعلان فيه شبهة ورانا مش هنحطه ومش هنطلع هوا. ليه؟ عشان في وقت ريبة. قناة الاهلي مخطوفة عشان بتشتغل ضد مصالحكم. قناة الاهلي مخطوفة عشان بتروحوا النادي تروجوا الانتخابات وتطلعوا تكذبوا على الناس على الشاشات. قناة الأهلي مخطوفة عشان رصدين الاجتماعات اللي بتحصل وفيها ايه. قناة الأهلي مخطوفة عشان بتكذبوا على الجماهير واخترنا طريق الحق. قناة الأهلي مخطوفة عشان بتقول عودة الجماهير اللي فيهم ما بتقولوهاش الا غير لما المزاج او يبقى في بطولة نركب عليها. قناة الأهلي مخطوفة عشان بتقول هاني أبو ريدة يستمر عشان وصلنا لكأس العالم. اختلفنا في حاجات كتير، وده الإعلام دوري النهارده بتعمل حاجة كويسة أقول لك كويس، لكن وصلتني كأس عالم، ده أنت ده حلم المصريين. مجلس هاني أبو ريدة لازم يستمر، ورسالتي للدولة. سيبوكم من العبث اللي بيحصل، بيحصل فيه أخطاء فيه أخطاء، لكن لازم يستمر. عشان قناة الأهلي مخطوفة وبتقول كده. قناة الأهلي هتبقى حلوة وزي الفل وجميلة لو مشينا على هوا الناس. هنبقى ابن ناس ومترم. قناة الأهلي اللي بتشتم الرموز كذب ثم كذب ثم كذب. أنتوا اللي هنتوا الناس. أنتوا اللي وقعتوا ما بين النادي الأهلي، أنتوا اللي فرقتوا، أنتوا اللي قلتوا فرع كذا وفرع كذا. أنتوا اللي قلتوا حاجات كتير. انتوا اللي قلتوا هدايا بتتوزع على الاعضاء ومناديل ومش عارف ايه. انتوا اللي قلتوا بند الثمان سنين واقسمتوا بالله على الشاشات. انتوا اللي قلتوا احمد الصالح اهلاوي وسخنتوا جمهور الاهلي. انتوا اللي قلتوا حاجات كتير وكتير انتوا اللي طلبتوا تشتغلوا في قناه النادي الاهلي وتمسكوا اعلامها. انتوا اللي قلتوا الاهلي مش بيعمل انتخاباته في يوم مش اجازه. انتوا اللي خاطفين الرياضه وعايزين تمشوها على مزاجكم. انتوا اللي بتوع وزير وغفير. انتوا اللي هاني ابو ريده كويس ويرجع يبقى وحش. انتوا اللي كنتوا في قائمه هاني ابو ريده وبعد كده مشيتوا. انتوا اللي طلعتوا اتريقتوا وبني ادم في محنه. حتى اخلاقياتنا يا اخي، اما حد يبقى في محنه انساه. قعدنا في البيت وحاربته ما نطلعش تاني. واسألوا عماد وحيد، الأستاذ عماد وحيد، رحت قلت له إيه؟ اسأله برزنتيشن
اللي بيقول قناة الأهلي مخطوفة راح قال لهم إيه؟ والأول مرة نقول لحضراتكم على الشاشة. بيضحكوا عليكم عشان ما تتفرجوش. القناة دي لو جبتوا فيها واحد لعب في الأهلي يومين. ليها ملايين بيعشقوها، بيجردوكوا من أهلويتكوا ويضحكوا عليكوا بالسوشيال ميديا، يعملوا فيديوهات وما ردناش عليها، لكن عشان لو نرد، لو كنا هنرد كنا هنقول بقى الأخلاقيات وفيها إيه وإيه ومش هنعمل ده. بس لو اضطرتونا نعمل ده هنعمل ده. ما عشان ندافع عن نفسنا. انتوا اللي اشتغلتوا عشان نمشي على هواكم، مش هنهاجم جماهيرنا. ولا هنقول عليهم ارهابيين، ولا هنقول عليهم تجار مخدرات، ولا هنقول عليهم كفره، ولا بنقول الكلام ده بالمناسبه عشان نزايد، لان مبدانا واحد. في الاخر قناه الاهلي مخطوفه عشان فيها اولادها. طلبتوا ليه تبقوا فيها؟ مره واثنين وثلاثه وببلاش. انتوا ما تشتغلوش ببلاش. احنا بنشتغل ببلاش. احنا بنجدد عقودنا ببلاش. لعبنا وجددنا العقود ببلاش. واسالوا الكابتن محمود الخطيب يقول لكم كنا بنمضي ازاي. تدخل وامضي على بياض وكل، ويطلع النادي بشكل محترم. وادي العلاقه اللي احنا اتعلمناها. لعبتنا مضى ما طلبش حاجه وروح. مش شادي وبركات وابو تريكه وغيره والاجيال اللي قبله وقبل، دي قاعده. عمرنا ما هاجمنا الكابتن صالح سليم مثلا وحطينا ورقه على الباب ما تدخلش. عمرنا ما دخلنا تدريب واطلع بره. ما بيحصلش معانا كده. ما بيحصلش معانا كده. ولا هيحصل معانا كده. لكن لما نروح نقابل ربنا، لما نروح نقابل ربنا، بقابل ربنا في ايام مفترجه. برجع حد تاني. برجع مختلف. برجع بخلي بالي. برجع براعي ضميري. في الاخر تاني هنرجع للنغمه. قلت لكم مش هسكت. واللي عنده حاجه عننا يقولها. مختطفة عشان قلتوا عننا بينافق وبيشتم وبيهاجم رموزه وبيهاجم الناس، والمهندس محمود طارق بيبعت لنا وبيهاجم مش عارف مين. قلتوا كل حاجة، سكتنا وقت طويل. عارفين عملوا معاكم ليه كده؟ سواء على صفحات أو سواء البرامج دي، عملوا كده عشان لما نتكلم محدش يصدقنا، عشان لما نيجي نقول حاجة خلاص يبقى هو اتجاه. والبغانات عمالة تكرر، وفي شباب يا عيني مش فاهم حاجة عمال يكرر. طلعوا لنا فيديو واحد، قول يا جماعة اسم اتقال وبتاع، مش هتلاقوا. صدقوني أنا عارف بنقول إيه، لأن في حاجات غلط لو اتكلمنا فيها هنغلط الكبار بتوعنا، لكن مش ما بنتكلمش، بنسكت من هنا ومن هنا، لأن دور القناة توقف حائط صد للشبهات اللي إحنا بنشوفها. قناة النادي الأهلي هي اللي تمثل النادي الأهلي وجزء من منظومته الإعلامية زي الموقع الرسمي وزي مجلته. مخطوفة كل شوية نغمة. زهقنا من النغمة دي، زهقنا من النغمة دي. يا أخي انتوا محتاجين شهور شهور شهور، مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة، أو سنين، عشان ربنا يغفر اللي احنا بنقوله ده. قناة الأهلي مخطوفة فيها الكابتن التاريخي للنادي الأهلي اللي لعب كان على قده. إيه رأيكم؟ كان ما بيلعب اللي في وشه بلغة الكورة، لكن ما بيحطش نفسه في موضع شبهات، وما بيحطش نفسه للقيل والقال، وما بيحطش نفسه في حاجات كتير. ما بيقولش حيادية ولا طنط شفافية ولا خالته معدية، ما بيقولش كده. ما بيقولش للناس وعود وبيعمل غيرها. ما بيخشش في مشاكل مع مصر كلها. قاعد عارف الخير النادي ده عليه. مش بلاش نقول حتى الكلمتين دول عشان ما حدش يزايد عني. قناة الأهلي مخطوفة لما تمشي على الكيف وتقعد تلغي شخصيتك، تبقى منافق ساعتها بجد وما عندكش شخصية بجد. قناة الأهلي شامخة بعضها جامعتها العمومية بجمهورها بكل مسؤوليها. أي مسؤول هيمسك كلنا في ظهره. وهقول جملة عشان البعض اللي بيقول لك مش عارف ايه الأيام الجاية وطبعا تعملوا ايه، محدش بيمن عليه. الرزق بتاع ربنا. ما بنقبلش نكون موجود في مكان انا وفريق العمل اللي كله شباب محترم، شباب محترم، حطوا تحته مليون خط، اتصلوا بيه اتكلموه، في تفاصيل بعد كده حضراتكم هتعرفوها.
تقولوا له اي حاجه ما بيطلعش سر من القناه هنا او من اللي بيحصل في الكواليس. شباب محترم. اتمنى الرساله تبقى وصلت لجماهير النادي الاهلي. واللي عايز اقوله مره واثنين وثلاثه ومليون، اللي بيسمعوش لحد لو موجود الكلام اللي بيتقال اختراق، مش هنقعد في القناه دقيقه. احنا عرقنا بالتيشيرت ده، وفي مسؤوليه تجاه جمعيتنا العموميه واتجاه قصاد جماهيرنا تجبرنا. هتقولي في زملكاويه، انا اقول لكم في القناه في واحد او اتنين ما لهمش علاقه بالسياسه اللي احنا، هو يجبرنا نقول ايه وما يقولش اي حد. لكن لما كان في 30 و25 كان كله ساكت وكان كله ما بيتكلمش، واللي مش عاجبه قابل ليه بالوضع ده؟ اللي مش عاجبه يمشي. انا لو حد املى علينا حاجه او السلام عليكم وهطلع كده على الشاشه اقول لحضراتكم في 1 2 3 4، في 1 2 3 4، لان التيشيرت ده والجماهير ده دي والاعضاء الجمعيه العموميه ومجالس الادارات اللي موجوده، ده واجبنا، ده واجبنا. وخلي جيبك حديد، حلوه الكلمه دي، هي جات لي من عند ربنا سبحانه وتعالى. خلي جيبك حديد وبعد كده نبقى نتكلم.